بصراحة برضو زي ما بنشيد بالشناوي السوبرمان لازم نشيد بيانكون، يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي. الحقيقة كان ليه دور كبير برضو كابتن هاني في تألق الشناوي في الفترة الأخيرة طبعا. والحقيقة كان شناوي بقول لك امبارح كان راجل لا متألق كمان يعني. وبيزيد كمان خلينا نتكلم والناس تعرف انه بيزيد دلوقتي حارس المرمى بيشتغل برجليه اكتر ما بيشتغل بايديه. ده يمكن على ايامنا احنا ما كانش موجود، يعني احنا على ايامنا كنا بنرجع الكوره والجون يمسكها وبعدين يمشي وبعدين يمسك الكوره ويشوطها. لا دلوقتي حارس المرمى وشفنا الكلام ده صانع العاب، صانع العاب. وكمان نوير طبعا هو يمكن المدرسه الالمانيه بدات الحته دي شويه، البيلدينج اب من تحت وبرشلونه كده، فجزء مهم جدا جدا لحارس المرمى ان هو يبدا يشتغل برجليه، جزء مهم جدا. والكلام ده شفناه امبارح كتير جدا مع الشناوي، عمل اكتر من كوره، حتى عمل كوره مسك الكوره ولعب كوره طويله عمل بيها كاونتر اتاك. والجزء بقى الجميل كمان ان هو طلع لغايه نص الملعب، عنده مساحه اشتغل كده اكنه لعيب فيلد بلاير، يعني لعيب في الملعب، ومشي لغايه تقريبا قبل نص الملعب وعمل كوره اعتقد بالمقاس كمان لمروان احرز بها هدف الفوز. فعايز اقول للشناوي يعني كل يوم بتثبت ان انت حارس مرمى مصر الاول، ان شاء الله تبقى دايما موفق ويعني ويكون دايما على مستوى اللي احنا شايفينه على مستوى النادي الاهلي وكمان المنتخب.